الى مواجهه مسلحه مع اسرائيل، وان بيقول ان الاخوان ينشئون جناح مسلح للتواجه مع الجيش في حاله حصلت مرشحه. يعني اذا كان لمثل هذه التصريحات من مثل عمر سليمان ذات مصداقيه فناقشني فيه، لكن لا اظن ان هذه التصريحات هي يعني دكتور لا انت بتفترضي نتيجة، انت بتفترضي نتيجة وهو احتمال. بالنسبة لي هذا الاحتمال مستحيل، وهذا الاحتمال لا يتماشى مع طبيعة الشعب المصري الذي قام بثورة ان ينجح احمد شفيع. انت بتقولي حتى وصوله للإعادة، انا بعتبر ان حتى وصوله للإعادة هو وكأنه استفتاء على الثورة، كأن يعني يا شعب مصري هل انت تعتبر ان الثورة قد قامت وان هؤلاء الذين قتلوا في سبيل نجاح هذه الثورة شهداء تستكمل مسيرتهم وتدافع عن دمائهم، ولا انت نادم على القيام بهذه الثورة وأنت تريد أن تعود إلى نظام حسني مبارك الذي يمثله أحمد شفيع؟ هو ده السؤال. وردا على التشويه اللي حصل خلال سنه ونص للثوره اللي قبل، يعني هو خلال سنه ونص حصل تشويه كبير جدا. لا خليني ماشي، ده صحيح. ما هو لا خلينا الجزء الاولاني من كلامك صحيح، ان في قدر كبير من التضليل والتشويه للثوره امتد حتى احداث العباسيه الاخيره، وكان مقصود به تحديدا تشويه الثوار، وكان الثوار يعني ناس غير مسؤولين يفعلون افعال صبيانيه غير مسؤوله. هذه الرساله التي نقلها الاعلام عن الاحداث طوال السنه ونص وبخاصه احداث العباسيه. لكن في الاخير هل انت تتحدثي عن المرشح فلان الفلاني اللي بتتكلمي عنه ده؟ انا اقرا تاريخه كله، هل هو كان امتداد طبيعي للنظام السابق بحيث ان بقائه في موقع المسؤوليه الان يساوي الرجوع لما قبل 25 يناير بصرف النظر عن التشويه؟ يا سيدتي الشعب يوم ما نزل خرج من الميدان يوم 11 فبراير نزل تاني الميدان يوم 25 فبراير عشان يقول لاحمد شفيق اخرج بره. فهل هذا هو الشعب الذي سيوافق على اللي ما قبلش ان احمد شفيق يكون رئيس وزراء بصفه مؤقته في مرحله انتقاليه وقرر بان الثوره ممتده حتى يعود احمد شفيق الى بيته، هيقبل باحمد شفيق رئيس جمهوريه؟ دكتور تعليقك يا دكتور. مشروع عالمي وقد يستخدم في بعض الاحيان برضه مصطلح الخلاف في بعض الاحيان، انا مش متاكده اذا كان الكلام ده صحيح او خطا حضرتك تصوره، بس في نفس الوقت اذا الكلام ده كان سليم فهل مش يعني ممكن حد يقول ان الكلام ده يتنافى مع فكره ان الاخوان بيؤمنوا بتداول السلطه؟ يعني ما فين تداول السلطه وما فين مشروع ممتد وانشاء خلاف؟ حضرتك بتساليني عن النتائج التي لم تعلن بعد، وانا بأكد لحضرتك ان انا سارتضي هذه النتائج واسلم بها طالما جاءت وفقا للعمليه الديمقراطيه. مش تداول سلطه، مش انا في السلطه واحتمال امشي ولا لا، ده انا بقول لحضرتك انا اقبل بنتائج الانتخابات ايا كانت حتى لو لم تاتي بي. فانت بتتكلمي عن يعني انت شايفه ازاي، يعني شايف ايه الكونفليكت؟ اذا كنت تعليقك يا دكتور على مؤتمر الدكتور المفاجئ الدكتور عبد المنعم فتوح والذي اكد فيه ان الانتخابات شبهها قدر كبير من التزوير وان الانتخابات لا تسير بشكل جيد، تعليقك على ذلك يا دكتور؟ يعني ما هو من باب الطعن في العمليه الانتخابيه يجب ان يتقدم به من خلال دلائل ماديه ملموس، مؤكد ان العمليه الانتخابيه كان يحوط بها قدر من الاخطاء والانتهاكات، لكن وفق ما لدينا من معلومات حتى هذه اللحظه هو لا يؤثر تأثيرا كبيرا في صحة العمل. مسألة تسليم السلطة، ناس دعوات النهارده من أمين المجلس الاستشاري وعناصر كثيرة متداولة إن على المجلس العسكري ألا يسلم السلطة إلا بعد أن يعني تتفقوا على إعلان دستوري أو تضعوا الدستور أو تعيدوا الدستور 71، إيه الرؤية؟ يعني ما هي صلاحيات المجلس الاستشاري في هذه المسألة يعني نحن نتحدث الآن عن يحكمنا إعلان دستوري تم جزء استفتاء للشعب على جزء منه بشكل واضح، يحكمنا الآن سلطة منتخبة وهي البرلمان بصلاحياته التشريعية، يحكمنا الآن نتائج انتخابات سنرضى بما تأتي به وفقا للعملية الانتخابية تمت وفق إجراءات سليمة وصحيحة إلى حد كبير، وبالتالي هذه ما نرتضيه من قواعد العملية الديمقراطية. لكن المجلس الاستشاري ليس طرفا في قيادة شأن البلد في هذه المرحلة. هل تعتقدون
يظنون ان الخروج الاكثر للشعب المصري التصويت الاكثر ان هو سيعمل على ان يعطي الرئيس القادم شرعيه اكثر في حاله اذا ما خرج المجلس العسكري استمد شرعيته من استفتاء مارس، وانتم هل تستمدون شرعيتكم زي ما فاز الدكتور مرسي من الانتخابات الرئاسيه وبالتالي شرعيتكم تكون اكثر تصبحوا يعني تفرضوا يعني اللي هي سلطه تفويض شعبي يعني ايا كان الفائز في الانتخابات من المرشحين مؤكد ان البرلمان والرئيس المنتخب القادم هم يستندون حقيقه لاول مره في تاريخ مصر الى سلطه الى قواعد شعبيه حقيقيه وجماهيريه حقيقيه وهي المحاكم الشرعيه. دكتور في حاله فوز الدكتور محمد مرسي هل سيكون في صدام بين الاخوان وبين المجلس العسكري؟ يعني نحن لا نتحدث عن صدام وصناعة أزمات، لكن نتحدث عن استحقاقات حقيقية يريدها الشعب المصري من خلال ثورته التي يريد لها أن تستكمل مسارها، وبالتالي هذه الاستحقاقات لابد أن تتم، لكن نحن لا نسعى لصدام ولا صناعة أزمات. هل المجلس العسكري يخشى من فوز الدكتور محمد مرسي؟ يعني اسأل المجلس العسكري. سؤال على ذكر الدكتور على الفريق أحمد شفيق والاعتداء الذي حدث عليه بالأمس، هل الشباب الإخوان لهم علاقة؟ لا البتة لا علاقة للشباب الإخوان بهذا، لكن إذا كان أحد المرشحين يود أن يصل إلى مقعد الرئاسة في مصر الكبيرة ثم هو يعني لا يستطيع أن يدخل إلى مدرسة ليدلي بصوته ويخرج إلا وسط رفض للمرة الرابعة للأسف الشديد تصل لغة الخطاب فيه إلى مستوى إلى حد الأحذية، فأظن أن مكانة رئاسة مصر لا تليق بهذا المستوى من الأداء. رسالتكم للمجلس العسكري بعد انتهاء الانتخابات هل بالتقدير هل المشير بعد المشير تحديدا حين تنتهي العملية الانتخابية على وجهها الصحيح يعني سنشكر من يستحق الشكر وسيظل مطالبتنا لاستحقاقات يصر عليها الشعب المصري من الطرف الثاني فيها هو المجلس العسكري.